قال أمرني جدي بأمر وأنا ماض فيه، حج ما هو بالحج، حج يا شب حج ومطافي بذخرة للغاب، حج ما هو بالحج، حج يا والحجر نحر المنحور، أجر النبي إسماعيل ذبح ابني المبرور، وما مبيت في منى في الغار، عندي ضحايا أفضل الموجود في الكون، كلهم يذبحون وتصير موطج سومهم بالأعوج، وحسينا يقل عندي ضحايا ما أحد ضحى مثلهم، عندي ضحايا كربلاء والسماء والأرض ترجف والسماء تبجي لجنهم، خليت عاينهم ضحايا الغاضية، قال يا ابن عمي ارجع في الحريق هبه ومذبح، وابقى انا كالطير مكسور جناحي من غير ناصر في اطفاف الأدرية، طاف الحصين ولا ما طاف، صار عنده طاف ولا ما صار عنده، قالوا فيها بهر واليوم حج سبعة أشواط، فيها المروة المعركة والصفا البسطة، أنا الكعبة والحجار وأنا المحطم، وين من عندك وما عندك يا ابا عبد الله؟ قال نعم. وين مفيض الحاج؟ وين طلعت الحجاج؟